ما درجة حديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة؟ الذي أذكر فيه أنه ضعيف. هذا الذي أذكر فيه، وسأراجعه إن شاء الله وأخبره في الجماعة الآتية من باب التأكيد إن شاء الله. هل المأموم إذا سبح وهلل هل يعتبر هذا كلام ويصلي مكانه؟ لكن على تقدير ضعفه والظاهر فإن الأولى لا يصلي في مكانه، لأن إذا صلى في مكانه يخشى يظن الناس أنه يصلي غريضة، أو هو يسهو يظن أنه يصلي غريضة ترفع صوته في التكبير أو بالقراءة في الليل أو ما أشبه ذلك. فإذا انتقل عن مكان الصلاة يكون أحوط لأن لا يظن أنه في الصلاة أو يظن غيره أنه في الصلاة.